من جديد مرحبا بكم في حال البلد، ونحن في الفقرة الختامية صالون السودانية 24، وأنا سعيد بمواصلة الحوار مع الشاعر الكبير السري محمد علي. وحقيقة صحبتنا له يعني في الحلقتين السابقتين دائما يعني بتشعر في عديد من القضايا والموضوعات يعني تحتاج إلى مزيد من الحوار. السري مرحبا بك مجددا. مرحبا بك ومرحبا بالمشاهدين، للمرة الثالثة شكرا جزيلا على هذه الأريحية والضيافة الطيبة. أول لقاء مع صلاح إدريس؟ أول لقاء مع صلاح إدريس كان في شهر 1997. ده أول لقاء مباشر بينه وبين صلاح إدريس، وامتدت بعده اللقاءات والعلاقة بالشكل اللي بيعرفوه كل الناس، ولكن بشكل اعمق ما يعني مما يعرفه الناس اعرفه انا ويعرف الاخ صلاح ادريس، يعني مزيد من المحبه والتواصل ومزيد من العلاقات على مستوى العمل، العلاقات على مستوى مشروعات ثقافيه ورياديه منفتحه باستمرار. في الوقت ذاك اسم صلاح ادريس يعني مربوط زي ليله قدر زي ما قالوا لبعض الناس، يعني الزور اللي بلاقي صلاح ادريس ده يعني لاقى حاجه كبيره جدا. يعني ازهري ظل يعني مع البسطاء مع المصنع، لقاؤه مع صلاح ادريس بين الفنون وبين العمل، يعني كيف قدرت؟ انا داير اقول حاجتين. الاولى انه حتى الان لقى صلاح ادريس ليله قدر، يعني ما بي فكره انه بالعطاء المادي يعني، لكن صلاح دائما لما تلتقي في كل لحظة لا تجد منه إلا كل خير ولا تسمع منه إلا كل خير، وبالتالي اللقاء في كل لحظة أنا بالنسبة لي هو اللقاء الأول. الجانب الثاني مسألة اللقاء مع صلاح على وجه التحديد، ما بفتكر أنه بيتقاطع مع فكرة الغلابة والمهمشين والكذا، لأنه هو أيضا مهموم بيديله على اتصال دائم بهم. ممكن صلاح يكون هو رجل الأعمال الوحيد أو من القليلين، يمكن عشان ما نظلم الآخرين، موجود مع الناس في الغاع الاجتماعي ومجسر العلاقة بينه وبينهم عبر وسائط كثيرة، لو كانت في جانب الريادة أو كانت في جانب الثقافة أو في جانب الهم العام، موجود مع الناس في الأسواق، موجود مع الناس في دار الريادة، موجود مع الناس في مناسباته الاجتماعية، في الاحتفالات، في المنابر الثقافية، وحتى أبعد من كده. يعني أنا واحدة من الحاجات اللي بفتكر إنه محتاجة لإضاءة، في فترة صلاح إدريس هو رئيس لنادي الهلال وأنا رئيس للقطاع الثقافي في نادي الهلال، جبنا كل مدن السودان تحديدا المدن اللي عندها إشكالات أمنية، يعني مشينا جوبا ومشينا الفاشر ومشينا نيالة، وما مشينا كافراد، مشينا الهلال بالمكون الاجتماعي ده كله، يعني النادي الشامل ده كله بريادته بثقافته بعدد من الفنانين والشعراء والمسرحيين، وكانت الانشطه كلها ما قاعد تتم في مسارع عشان تكون بعيده من متناول يد الناس، لا بالعكس، هي كانت في المعسكرات. في المعسكرات كانت بتقام الحفلات وكانت بتقام مباريات لكره القدم. في الفاشر نحن لعبنا المباراة الأصلية والأساسية الرسمية كانت نادي الهلال مع منتخب المعسكر يعني. فهو موجود مع الناس والقريبين منه يفهموا ده ويعرفوه تماما. أنا عبركم برسل له التحية والأشواق تحية باستمرار يعني صلاح إدريس. يعني صلاح قلعك من الحصيصة؟ بالتأكيد أنا جيت الخرطوم مع صلاح إدريس. أنا دخلت الحصيصة مع الأستاذ محمد طه، وأغمت فيها مع الأستاذ مصطفى سيد أحمد، وخرجت منها بصحبة الأخ صلاح أحمد إدريس. متسقة الحكاية؟ هاي بفتكر إنها عندها سر، يعني الشخوص دي ما بتكون مصادفة، إنها تلتقي في حياتك، وهي شخوص لكل زول في مجاله عنده أثر وعنده دور وعنده أعمال مثمرة على المستوى الفكري وعلى المستوى الوجداني، كل في مجاله يعني. بالتاكيد يعني صلاح فتش عليك شاعر، جاك كشاعر يعني؟ انا ممتن جدا للشعر، هو الجسر الاساسي اللي ربطني بكل الناس اللي بيني وبينهم
صلات. يمكن يكون الشعر كان هو الباب الأول، ولكن قبل الشعر هو يعلم وأنا أعلم أنه إحنا بيننا صلات رحم، بيننا صلات المنطقة، ومن بيت يعني واحد من بيوت الجعلين، أبواب الجعلين، نحن بنلتقي في بيت واحد. المعرفة يعني السابقة 97؟ المعرفة بين أسرنا سابقة، يعني والده وأخواني الأكبر وأسرتنا وكذا، بينهم معرفة قديمة، وبيعرفوا صلات الرحم بينهم، ومتواصلين على مستوى المناسبات والقضايا الاجتماعية كلها، يعني لو كانت أفراح أو أتراح أو غيره يعني. لكن جابوا لك في الحصاحيص الشعر. هو أنا التقيت هنا في الخرطوم، ولا بد أن أقول إنه الوسيط اللي كان بيني وبينه في اللحظة ديك هو الأخ الفنان حسين شندي. لكن صلاح دخلك في دروب تانية مختلفة. أنا شاكر له جدا، هو أتاح لي فرصة بتاع التجريب في مجالات كثيرة. بعض الناس اللي بينتقدوا سيد صلاح إدريس بيفتكروا أنه بيحول الفنانين والشعراء من مجالهم اللي هم بيقدروا يقدموا هو بشكل أفضل إلى مجالات أخرى هم ما عندهم بها علاقة، وبالتالي تكون تجاربهم معظم أو غالب اللي اشتغلوا مع صلاح من الجومن الوسط الفني تجاربهم معه في البيزنس ما كانت ناجحة، ربما أسر يكون واحد منهم. والله هو يعني الأحكام سهلة لما تصدر بعيد عن السياق العام لها، يعني سهلة جدا، لأنه الناس اللي بتحكم بالنتائج، ما بيكون عندهم المحطيات والإحداثيات الأساسية والتفاصيل اللي بتتعلق بأي عمل. لكن بصورة عامة أنا بفتكر أنه يحسب لصلاح أنه انتفت في ذهنه فكرة الفنان البعيد من أنه يكون إنسان منتج في مجالات ثانية، يعني لو كانت في مجال إداري أو في عمل مباشر أو في عمل مهني أو عمل حرفي حتى يعني. بفتكر أنه دي مسألة مهمة يعني صلاح انتبه لها، هو يعلم أنه بعض الناس ممكن تنجح وبعض الناس ممكن ما تنجح. النجاح بتكون عنده أسباب، غير أنه والله إذا ما في توفيق ما معناه الشخص اللي تقدم لأنه يشغل هذا الموقع هو الأخفق، قد تكون في عوامل ثانية يعني. كما أنه في تجارب في مجالات ثانية يعني تبوؤها فنانين وشعراء وحققت نجاحاتها يعني. تفتكر أن تجربتك أنت الشخصية كانت ناجحة مع صلاح في مجال العمل؟ وإلا ما كانت تكررت أكثر من مرة يعني. يعني هو مصلحته شنو يكرر التجارب دي في كل محبة. مرة يعني. المحبة موجودة، وإذا ما كان التغى العمل ما كانت نقصت يعني أصلا. يعني ما كان ملزم بأنه هو يخش في تجريب وظيفي معايا ومع آخرين، إذا ما حاسب أنه في مقدرات نوعية ممكن تساهم في أداء عمل إداري بشكل جيد. أنا ما أفتكر أنه التجارب صحيح، هي لو أخذنا تجربة نلقى أنه والله صاحبتها معيقات كثيرة، لكنها ما كلها معيقات بسبب الدول على رأس الإدارة، ما كلها بالتأكيد. وبالتأكيد هي ما بتنفصل عنك يعني، أنت ما عايز تلقي مسؤولياتك على الآخرين، إذا في فشل فأنت جزء من الفشل. لكن هل صلاح إدريس ذاته جزء من الفشل؟ بتبقى عوامل كثيرة جزء من الفشل يعني. هو منا؟ أنا ما عايز أبرر صلاح إدريس يعني، لكن ما هي منظومة بتاعت عمل بتبدأ من صاحب العمل. لو بدنا نتكلم عن الصحافة مثلا، بتبدأ المسؤولية من الناشر للإدارة، لإدارة التحرير، للعاملين، للجانب الفني، للعلاقات الوسيطة الثانية إذا كانت مع شراكاتك مع شركات توزيع وانت عالم بالمسألة دي بتعرفها، أو مع جهات بتاعت طباعة مثلا. العلاقات التجارية المهمة جدا اللي هي بتحكم نجاح المؤسسات الإعلامية أو فشلها، الجانب الإعلامي الإعلان يعني، الناس الممسكين بخيوط الإعلان هم الناس اللي يقدروا لحد كبير يصدروا قراراتهم في استمرار صحيفة أو في عدم استمرار يعني، أو في استمرار قناة أو إذاعة أو في عدم استمرارها. لأنه يمكن تكون الجرائد بتعتمد على التوزيع والإعلان، لكن القنوات والإذاعات ما بتعتمد، أنت ما بتبيع المادة بتاعتك للمستهلك مباشرة، أنت بتبيعها للمعلن، أنت بتشتري الهواء وبتبيعه قصاد الإعلانات اللي أنت بتجيبها. أنت عارف حركة الإعلان ممكن يعني كثير من المؤسسات تمرق من السوق ومرقت صحف عديدة يعني. يعني الجانب اللي بتتحمله أنت مسؤولية شخصية شنو في الموضوع ده؟ ناخذ واحدة واحدة، مثلا في الجرائد الجانب اللي بيتحمله الإدارة شنو، في القنوات الجانب اللي بيتحمله الإدارة شنو بيفرق. أنت في الصحافة
ما انت الزول اللي بتتحدد بتحكم في مدى نجاح الصحيفه او فشلها. انت على الاقل ما بتحرر الماده التحريريه، انت ما بتكتب عمود في الجريده، انت ما بتكتب الافتتاحيه، انت ما بتجري التحقيقات، انت ما بتجري الحوارات، انت ما بتتابع المنوعات والنشاط. لكن بتختار رئيس التحرير. لكن بتختار رئيس التحرير. انت بتختار رئيس التحرير، لكن ما بتكتب الماده اللي بيشتريها المستهلك يعني. القارئ ده في النهايه ما عنده شغله بانه والله فوق في الترويس المدير منه. هو معني بالمكتوب في الصحيفه بالماده التحريريه. انت جزء من المكتوب بشكل او باخر في الاختيار على الاقل. لا انت جزء من اختار اللاعبين الاساسيين. طيب اذا اخذنا مثلا نموذج اضواء المشاهد مثلا. المشاهد كانت فيها عدد من نجوم الكتاب الاعمده. كويس، فيها عدد كانوا يعني ترأسوا اداره تحريره عدد من الناس يعني نعمان حسن وشجرابي ومحمد احمد دسوقي وغيرهم يعني. وما بفتكر انه كان الاختيار اختيار موفق، لا هي اختيارات كانت موفقه ودي الناس موجودين في الصحافه الرياديه، الناس اسسوها نعمان حسن. طيب المشكله شنو؟ لا المشاكل كثيره. مشاكل كثيره على راسها وعلى قمتها الجهات المعلنه. المموله. الجهات المعلنه هي الجهات اللي بتمولك بالتاكيد يعني. وده ينسحب على جون يعني. انا ما داير اخش في تفاصيل عشان بعد لا ما محتاجين، احنا دارين العنوان العريض يعني. اقدم نقدي ل قلت انه في ناس كتار انت ما تلقي بالمسؤوليه على طرف واحد، هناك اطراف بما فيهم انت. يعني انت هل سعيد بتجربتك الان؟ نقدر نقول في الاداريه في المجالات اللي اشتغلت فيها؟ بالتاكيد على المستوى الشخصي انا استفدت كثير جدا، افتكر انه اتيحت لي فرص للتعامل في مجالات هي كانت قريبه من وجداني اولا. وبفتكر انها كانت يعني عندها نتائج على المستوى الشخصي كانت مفيده. شنو العبره اللي طلعت بها؟ بتختلف من الجريده للغناء. الجريده والغناء. الجريده الاعلام الريادي العمل فيه صعب. قاسي. صعب جدا، صعب لانه بتنسحب عليه حاجات كثيره يعني. زي. يعني صراعات صلاح ادريس مثلا في الوسط الريادي بتنعكس بشكل مباشر على الجريده. وعلى الغناء ايضا. يعني لك ان تتصور انه مثلا في نادي الهلال نحن في تجربه جون كنا بنعاني بانه ننقل اي مناسبه للهلال، لو كانت مناسبه اجتماعيه او مناسبه رياضيه. حتى التغطيه بتاعت التمارين لمجرد انه جون عندها علاقه بصلاح مدرس، لانه في صراعات في خلافات بيفتكروا انه والله الغناء منتمي لزول بالنسبه لهم خصم وكده. وكذلك المزال انسحبت على فرصنا في بس الممتاز. انتوا دفعتوا فاتوره صلاح الدين؟ نحن دفعنا فواتير قاسيه يعني بكل اسف. الاخرين تقييمهم ما كان تقييم موضوعي. يعني لك ان تسال لماذا جون كانت الغناء الرياديه الاولى ليه ما بتبس الممتاز؟ انها قدمت عروض مغريه جدا. ما في سبب غير انه والله اداره الاتحاد العام الموجوده بتفتكر انه قناه جون لانها مملوكه لصلاح ادريس كانما جات تحاصرهم من خلال بثها لمنافسات الدوري الممتاز. وانا بقدر ما كنت يعني تجربتك تقول لو كان بدون صلاح ادريس كان حتكون ناجحه؟ لو قد تكون تجربه صلاح ادريس بدون اثر كانت ناجحه برضه يعني. يعني ما افتكر انه ده سبب في فشل يعني. لكن انا سبب في كثير جدا من مواقف الجهات المعلنه كانت عندها راي واضح في اثر، قد تكون اراء مرتبطه بمواقف سياسيه بمواقف ثانيه. هي تصنيفات انا ما ادري اخش في التفاصيل، لكن هم عارفين اذا هم بيسمعون عارفين. ما ندمان على دخولك في المجال الرياضي؟ من الحاجات اللي انت ممكن تقول والله انا ثاني ما بعملها من عبره التجربه يعني في الاعلام الرياضي ولا المجال الرياضي بشكل عام؟ الاعلام الرياضي عموما ونادي الهلال. لا ما ندمان، هي المزال اتاحت لي فرصه بتاعت شوف مختلف ووقوف على حقائق مختلفه ووقوف للاطلال على الاحداث من داخل الاسوار. وايضا اتاحت لي فرصه انه انا بفتكر انه استفدت منها في علاقات اجتماعيه جيده بنت على غدر وافر من الاحترام ومن المحبه ومن التقدير يعني الوعي بالنشاط الرياضي نفسه يعني. قربك من صلاح جاب لك حسد كثير او حساد كثر؟ في بعض الناس ما بيكونوا مرتاحين له وفي بعض الناس بيكونوا مرتاحين له يعني. بتكلم على الحساد؟
والله انا ما قاعد احس بانه بخلي المسائل للنوايا يعني زي ما بقول اهلنا كل دول ربنا بيديه قدر نيته يعني ما مشغول بهم كثير عليه. بيقولوا زي ما صلاح جاب شعراء وادباء واقحمهم في مجال البزنس وعرضهم لتجارب ربما بعضها ناجح ربما بعضها فاشل ربما تنجح في حته ربما تفشل في حته، كذلك انتوا برضه سقتوا صلاح في دروب الفنون دي والناس زي ما قادرين يميزوا صلاح ده داير شنو، يعني صلاح ده بتاع كوره بتاع قروش بتاع فنون ملحن شنو صلاح؟ انت عندك تجربتك الشخصيه مع صلاح شو سقتوا صلاح ده صعبه، صلاح ده ما بيتساق بيا اخوي واخوك يعني انت عارف الحاجه دي والناس عارفينها انه صلاح صعب يعني غير صعب، هو عنده قناعاته وعنده مساراته ومساراته بيعملها بمحبه وبقناعه كامله عنيد يعني ما بيعملها عشان هو مبارز ولا هو قاعد يبارز عنيد لا هو عنيد. قبل كده سالوه لما واحد من الكتابات في الصراعات الرياضيه فكتب زول عن انه صلاح مدريس عنيد هو رد عليه قال له لا انا ما عنيد انا عايزك تقول الحاجات زي ما هي انا عنيد اركان حرب فهو عنيد فيما يعتقده انه صح ومن حقه يعني. تفتكر انه ملحن جيد؟ الاحكام المطلقه على الالحان بتكون ظالمه يعني ممكن نقول وردي ملحن جيد وردي لكن العباره الاكثر عدلا انه وردي قدم اعمال ناجحه كثيره بالتاكيد عنده حاجات بتكون ثانيه يعني كما انه وده ممكن نطلبه على عدد من الملحنين يعني انه قدموا اعمال جيده لكن بالتاكيد بتكون وصدق فيها اعمال اقل من الاعمال المتميزه ما داير اقول اعمال ضعيفه بيبقى بعد ذاك الحكم الاساسي هو المستمع يعني. انت بتقديرك انا كنت موفق جدا في الاعمال اللي تناولها صلاح ادريس الفنانة تحديدا ثلاثة يعني اكثر من ثلاثة لكن ترحال مع عادل مسلم بفتكر انه لحن كان موفق جدا وحبيبك مع طيب مدثر بفتكر انه كان لحن موفق جدا ويتلوم مع نمير حسين كان لحن جيد جدا وانا بلقاك مع حمد الريح كان لحن جيد ويا واقفة لسيف الجامعة كان عمل جيد جدا في تقدير يعني. طيب الشباب دول يسمعون شنو من الحان صلاح يعني لكم لنا شنو يوماتي بتلاقيك مدن يوماتي راجيك كم مطار الديار ولا الرحيل والغربة نسوك الديار كيسة الديار قبل ما نمشي للحن الثاني ده لحن مع عادل مسلم في القصيدة الأولى يعني لكن خلينا أقرأ لك كلام وردي عن صلاح إدريس الملحن. قالوا له ما موقفك من صلاح إدريس كملحن؟ قال بادي إذي بد صلاح إدريس رجل صديقي وقد قلت إن أياديه بيضاء على الفنانين وعلي أنا بالذات لكنني لا يمكن أن أكون شاهد زور. صلاح إدريس كملحن
هو كأي ناشئ يعزف على العود ويدندن لنفسه وألحانه، وألحانه لا تتعدى ألحان الخمسينات. هذا كان رأيي في تلحيني، لكنني كإنسان أحترمه ويحترمني. تعليق. أولا أنا عاوز أرسل تحية تانية لصلاح إدريس، وأستعير الأبيات بتاعت الشاعر الفلسطيني الكبير والعظيم مريد البرقوسي: لولا 100 وجع تلح على زجاجك كشحاذي شارة المرور، أنت خلقت للبهجة، الواقفون على بابك، المأخوذون بملامحك الحاسمة وصوتك الصخري لا يدركون أن حديقة ينبض فيها الرزاز كفيلة بقتلك. وده هو صلاح وردي بالتأكيد تقييمه تقييم يحتز به ويخز به يعني، وهو فنان السودان العظيم يعني وملحن العظيم. لكن الفات على وردي في تقديري يعني هو قال بتشبه الحان الخمسينات. أنا أفتكر أن فترة الخمسينات هي من الفترات الخصبة جدا بالنسبة للأغنية السودانية، واللي ظهر فيها وردي نفسه، ظهر فيها إبراهيم عوض وعثمان حسين وكابلي وكلهم. صلاح إدريس ما طرح نفسه كمجدد للغنى السوداني، ما قال أنا جيت أجدد، ولا قال أنا جيت أنقل الناس نقلة نوعية يعني. هو زول من خلال هوايته محبته للوح ناشي، لا ما بنقدر نقول ملحن ناشي يعني، ده كلام وردي. نعم وردي يعني رايه هو رايه يعني رايه يعني. لكن انا افتكر انه عباره ناشي هي ما موفقه، لانه الناس القريبين من صلاح ادريس بيعرفوا انه صلاح العود اللي بيتكلم عنه ناشد هو بيعزفه، وهو موظف في بنك النيلين وطالب في جامعه القاهره فرع الخرطوم، علاقته بالعود علاقه قديمه مع علاقه ناشي. الشاعر عادة والملحن يعني النقد الموضوعي هو أن تأخذ العمل مش أن تأخذ الملحن بصورة عامة. يعني أنا أفتكر أنه لو جينا نحكم على ترحال مثلا اللحن اللي استمعنا لجزئية منه هو ما لحن بتاع ملحن ناشي. طيب خلينا نسمع باقي الألحان. ولذلك المعيار الأساسي أنه نحن نحاكم الأعمال وليس طيب نسمع باقي الألحان. هو يعني قد ينتفي علاقة وردي بصلاح إدريس علاقة جيدة زي ما قال يعني. فالرأي يعني برأ نفسه من أي حالة نفسية. ثاني عندنا شنو نسمع؟ كل النص النص حاضر عندك. أنا بلقاك محل ما الشمس بتشرق ويطلع مني الحزن الطول، ولما الغيمة الحبلة تنقنق والأيام ترجع زي أول،
ويبدأ فراش الريد يحلق فوق نوار العمر الفضل، أنا بلقاك وبيبقى العالم جنبك أجمل. يا خلقنك لي من طيني وداخله ومارقة خلايا الدم، ريدك أكبر ولا سنيني هدت فيها ليالي الهم، قايمة غيامتك كل ما تبيني وغامتك أكبر من النم، وأنا بلقاك محل ما تكوني لو في العمر الفاضل كم، ما بين غيمة وغيمة وطولك شايلة بشارة خير للضفة، وما بين ما بين موجة وموجة وطولك شايلة بشارة خير للضفة، وما بين غيمة وغيمة تصبي هكذا النص طول. سحرتك أنا بس. أنا والله سحرتني، عينك حارة. أنا كبير قلت الأسهري ما شاء الله، يعني أنت حافظ يعني شعرك كله، يعني حكاية صعبة شوي. وشعر آخرين أيضا. وشعر آخرين. حاجيك أمتحن ذاكرتك بآخرين، لكن خلينا عندكم لنا حاجة ثانية نسمعها نعلق سريع، بس تدونا حاجات. نعم. شوف نماذج من الحان صلاح. حبيبك يا نينا حبيبك، حبيب قلبي اللي هاتيبك، حبيبك يا نينا حبيبك، حبيب روحي البهاتيبك. ما تهتم للعزال، ما تهتم للعزال، سيبك منهم سيبك. ساكن في السماء والشم، تعال لو صدت الأبواب، تعال لو صدت الأبواب، تعال ادخل مسار بالدم. يا منشرف الأعصاب، يا منشرف الأعصاب، ساكن في السماء والشم. تاني شنو مع صلاح ادريس؟ عندكم حاجه انتم جاهزه ولا نسمع من ازهري؟ تاني شنو؟ لا الالحان الثانيه شنو؟ انت معينا؟ ايه الالحان الثانيه تلوم لنميري حسين. نميري عندنا حاجه لنميري حسين. ويا واقفه في زمن السقوط لسيف الجامعه. كنت اتمنى تكون موجود عندك، لانه اللحن في حضروا لنا ده، حضروا لنا ولا عندهم زياده. احمد ولا احنا دارين قصص، احنا دارين نسمع الحان. طيب بالجمله تفتكر انه صلاح ادريس كملحن ملحن جيد، ولا تقدر تقول لا؟ انا من الاول اعترضت انه صعب تاخذ الحاجات بالجمله، لانه انا افتكر انه ما زالت الغنى ما فعل جمالي، والجمال ايا كانت قيمته هو نسبي، يعني ما في جمال مطلق وما في قبح مطلق، لكن يعني بصوره عامه افتكر انه اجتهادات صلاح في مساله الالحان القدمه، ما هو مو فنان محترف يعني. نعم. هو فنان محترف يعني. يبقى اي عمل هو وراءه جهدي بالتاكيد يعني. الحبقة شنو لصلاح ادريس من الصفات العديدة؟ نعم. الحبقة له شنو يعني؟ صلاح تبقى له السيرة الطيبة والايادي البيضاء. ما عندي فيها كلام، كلام عندي. يعني انه كملحن ولا رجل اعمال ولا شنو الحبقة لصلاح ادريس؟ تبقى بعد ذاك في الذاكرة اشياء كثيرة. ولا كاتب صحفي، لانه برضه بيكتب عمود. ناسي قاعد يكتب له عمود برضه رياضي. صحيح. ولا اداري ولا يعني شنو الحبقة لصلاح في تقديرك؟ أنا في تقديري اللي بيبقى هو ما يحبه الشخص. صلاح بيحب الألحان جدا وافتتن بها جدا،
وبيتشكل له سلوى حتى على مستوى ضغوطاته الشخصية الحياتية، لو كانت الضغوطات المرتبطة بنشاطه كرجل أعمال والمرتبطة بنشاطه كرجل رياضي أو المرتبطة بنشاطه كرجل سياسي. الغنى بيشكل حالة بتاعت ترويح وتنفيس مهم جدا لصلاح إدريس، ولذلك هو جزء من شخصيته. بفتكر أنه لو كل الحاجات مشت روح الفنان الجواو تظل هي الأساس وهي الموضوع. يعني رجل الأعمال ظلم الملحن في صلاح. الناس بيعرف أنه صلاح إدريس رجل أعمال ممكن يتعرض لخسائر لكن ما قاعد تهزه. صلاح لو بيهتز كان يهتز في ضربة مصنع الشفا، لكن كان المسألة عادية جدا ومرت بالتأكيد كانت مؤلمة، ولكنها ما كانت يعني مقعدة له، ولا كانت خلته خارج السياق، ولا حتى صرح تصريحات منفلتة ومنفعلة. يعني هو الناس اللي ما بيعرفوه يعني يمكن يظلموه، لكن صلاح ما قاعد تهزه الحاجات أصلا. يعني أنا كنت بتقول الظلم التالي فيه منه، يعني الملحن ظلم رجل الأعمال ورجل الأعمال ظلم الملحن. يعني مرات كثيرة أنا كنت قاعد أقول له إنه صلاح إدريس ظلم علي أحمد، لأنه المختلفين مع صلاح في السوق طوالي بيمشوا على مسألة الألحان، المختلفين مع صلاح في الكورة بيمشوا على بيحصروا على أحمد، المختلفين مع صلاح في دروب الحياة العامة بصورة عامة طوالي بيمشوا لصلاح لعلي أحمد. عشان كده تلقى زول مختلف مع صلاح في إدارة نادي الهلال، لكن أجي أنتقده في ألحانه، يعني زي ما بنقرأ في كثير من الجرائد الناس حرة في أنها تقول رأي في الألحان، لكن لما أجي أغيم الألحان ما بغيمها بالمنظور بتاع خلافات الريادية أو بالمنظور بتاع خلافاتي. وردي ما أظن من النوع ده، رأي وردي ده ما داخل في الحكاية، لكن يظهر رأي وردي أنا في تقديري ظالم لحد كبير، لأنه يعني أنت تغير تجربة الملحن كلها. النقد الموضوعي بيتناول العمل زي ما بيعملوا عدد من النقاد، بيتناول العمل بعد ذاك. ممكن أقول الله العمل ده فيه جوانب ضعيفة من في الموسيقى، في اللحن مشابه لألحان تانية، ما عنده فضاء كده يعني ممكن، لكن الحكم المطلق تجاه تجربة كاملة بفتكر إنها فيها ظلم. يعني أنا حقيقة أديت الكلام عن صلاح وقت، لكن بفتكر إنه لما نجي أتأمل في سيرة ومسيرة أزهري لازم أجي في محطة صلاح إدريس كتير. لا بالضرورة، يعني وصلاح من الأصدقاء اللي أنا أحتز بصداقتي بهم جدا جدا، وعمل تأثير يعني في حياتك، نقلك في مسار مختلف في مسارات كثيرة مختلفة. يعني نرجع للطوبة للغرباء والضاحة والإهداء المميز في الديوانين، يعني ماذا أراد أن يقول الزهري؟ والضاحة صدر تقريبا في العام 96 تقريبا، أو في أواخر 96، كان بعد رحيل أو في نفس العام الرحل فيه مصطفى سيد أحمد، فكان الإهداء لمصطفى سيد أحمد، وكان الإهداء بالضرورة للراحلة امتسال في الوقت ذاك، هي كانت موجودة وبتملي حياتنا وكلها بكثير من المحبة وكثير من الغيم يعني. فكان الإهداء إلى انبثاق نفسي عني خارجي إلى مصطفى سيد أحمد الذي لا نعرفه إلا كالبرق في غنضه، ثم إلى امتسال التي علمتني أن اختسام النبغة شيء ممكن وأهدتني سلة من المشاقبين. الإهداء الثاني كان بعد رحيل الامتسال، وكان أيضا لهند سعيد ولامتسال، وهند سعيد هي زوجتي الثانية جات بعد وفاة امتسال، وافتكر انها جات يعني بكل محبة اعادت ترتيب الاشياء بشكل جيد، واعادت ترتيبنا نحن حتى البحسر اللي حصلت لنا برحيل امتسال هي استطاعت ان تمسك بخيوطها وبلحمتها الاساسية، ونسجت عليها في تقديري نسيج كان يعني عالج كل الصعوبة اللي حصلت في حياتنا والأحزان، وقدمت لنا نموذج جيد جدا في حالة التفاني والمحبة بالذات للأولاد. يمكن مسؤولياتها تجاهنا
مسؤولية فردية يعني علاقة الزوجة بزوجة. أنت قلت شنو؟ ولذلك كان الإهداء إلى هند سعيد، إلى هندة في كامل الإخضرار غايضة بساتينها بسنوات العجاف، انتخبتها رفيقة لي فكانت رفيقة بنا. ثم إلى امتسال في واسع البياض تنام نومتها المجيدة وتغزل ضحكتها طويلة التيلة وتغني جسد الفاجع أوسع من جلباب القصيدة. يا وردة باغتت الندى بالزبول وهربت الرحيق لنجمة بعيدة. إحنا الضنينين بمشاعرنا زوجاتنا، كمان الجعلين ديل بيكون كمان حكاية دي عندهم زيادة شوية ولا كيف؟ والله لا يا أخي، نحن أنا ما بعرف، لكن يعني نحن كلنا كسودانيين نفتكر أن نحترم الزوجة جدا، لكن شحيحين في التواصل مع يعني محبتنا للآخر حتى للأصدقاء. ما قاعد نقدر، بتنتقص مننا حاجة كده لما نقول لصديق والله نحن بنحبك يعني، أو للأبناء أو للزوجة أو لإخوانك يعني. السبب شنو؟ السبب هي التربية الباطشة اللي احنا تربيناها، يعني احنا تجاه الآخر كلها كانت عندنا تعقيدات في مسألة انه نوصل مشاعرنا له كيف، بالذات الزول الأكبر منك. ونحن جيل تربى يعني هو مخور تجاه الزول الأكبر منك، يعني لو ضحكت قدامه عيب، ولو أكلت معاه وتأكل بحساب، ولو نظمت ما تعلي صوتك. صحيح المسألة فيها أدب، لكن فيها إفراط في الأدب لدرجة أنه بيخلق يوزول إشكالات كثيرة جدا في تعامله مع الآخر. طيب خلينا يا أخي نكسر القصة دي، نبدأ بها، نخليك يعني للامتثال ولهند. طيب كل واحدة نعطيها من الديوان قصيدتها. نقول لهند زول حنونة بريحة المطر مسكونة، عجبن السمار اللي فيها وانهار النبيذ في عيونه، سميت انكسار الضوء وسماني البحر مجنونة، زي زغب الطيور نديانة بالدل والخيل، وطاعم حديث دقاق كلمات بتنقض عسل، ما بتجرحك بكلمة في الجد، والهزل تبدأ الصباحات منها وتفتح مشاوير الغزل، يا صدرها الواسع بحر ويا حلمها الممدود محيط، مليانة هيبة وعنفوان وسماحة الزول البسيط ومخضرة أجمل ما تكون الخضرة في الجرف الوهيط، هي النخلة بالصارع الرياح وترمي للناس الصبيت، وفي عبق الجروف معطونة ساقيها الرزاز، وصبوحة زي مر النسيم تتهادى ترتاح النفوس في دوحة، من فاه الكلام بشرقنا باللجنة المطعي مبوحة، في الدنيا اللي بيشبهها ما في براها تشبه روح زول حنونة بريحة المطر مسكونة، عاجبن السمار اللي فيها وانهار النبيذ في عيونه، سميت انكسار الضوء وسماني للبحر مجنونة. جميل. امتسال دخلت زي خدت نفس، مركتي في لمحة بصر، مركتي لا حس لا خبر، لا لوحت يديك تلويحة وداع، ولا سبت جنب الباب أثر، فشيتي أسراب الحمام وفشيتي في الأرض السلام، وكأنك أنت المنتظر وكأنك أنت المنتهى، وأول تصاريف الغدر ونحن ادخرناك لليالي الحالكات، للزمان المر وساعات الخطر، أديت فرضك والنوافل والباغيات الصالحات، يا صالحة وانت على سفر، يا الله من هذا السفر، يا الله من هذا اللهيب، من وجهها الطلق الخصيب، من كفها دعاش المطر، من ضحكتها ورقة صباحات الحليب، من وشها المليان بطر، أنا خفتها تفتح شبابيك النحيب وتشرع لروح الفتر، وأنا شفتها في لحظة الحلم الغريب تتوالى في الخاطر صور، كانت حكايات كلها أطحت مواجع كلها، أدمنى ويجعل اكترار واحتجنا للحظة مجيل في ظلها، احتجنا نكتب لك قصيد ونغني بنحبك بحر، واشتقنا للحظة زماننا المترعة، زمن الأمان الطيبة والريد والدعة، القلب فاتح والخلايا بوابة كلها مشرعة، العاديات عدت عليه تعب الجسد وركضت خيولك مسرعة، وليه راقدة في ضيق اللحد والدنيا بهذه السعة، الغيم في متناول إيديك والقلب بور، والمطر زي ما تشتهي أرميني في أرضك بزور، لميني من وجع الغياب تلقيني في دمك حضور، والديني مفتاح السحاب نرسم مسارات الطيور، يا مترعة مفتوح إشارات المرور ما بين غيابك ومشرع الحلم الفسيح،
ضاعت محطات الوصول من حيلة الخطوة الكسيح، غدرك تباريك المنحات وتعيش سنين العمر في قفص التباريح، والذكريات في كل ليل تفتح حنينك بيت بكا وتعصف رياح الفرقة بحلم المراجيح، غدرك تلاقي الدنيا في باب الخروج وتفتح حنين القلب للرحلين ضريح، غدرك تداري الحزن في القلب الذبيح، لا انت اخر الانبياء ولا انت في حلم المسيح، ويا صالحه وين اضلك في الطريق، وين خطوتك في الرمله، صريها في منديل علق ومديها بحق السنين والعشره والدم والعرق، ايدك في يدي سوا سوا من الصباح حتى الشفق، من الشفق حتى الزوال، والقمر اذا اتسق وكما اتفق اجلس عليه ظل المزاج، نتعاطى ضحكات الحبيبة ونحتسي كاسين من الحب الرحيم، ونقراها باسم الخلق، نقراها حرف حرف، نسكب صهيل الجرح في صمت الورق، ونلقاها في الريح العصف خذر السنين اليانعة وتحتحت صفق، ونلقاها في ظهر الخيول اللي بتفزع من صوت حوافرها في الصبق، وتهرح كلما اشتد الرهان وبانت ملامح اللفة في آخر النفق، نلقاها في جيت الضيوف والفرحة كل ما الباب طرق، نلقاها في خطة الراس والحلم في الهجعة وين طال الأرق، نلقاها في ظل الصباح الونسة ضحكات الصغار وطقطقة الأصابع طق طرق، نلقاها بآخر رمق وقفت عليه حد الكفاف ورمت السناسن في الطبق، فجت ظلامات السنين وقامت على ذات النسق، مدت إيديها عليه الحنين ورشت المشاغبين بالنبق، ويا صالح لميني على صراك واحفيني من هذا الرهق، وسلمي لي على المعاك السابقين الطيبين الصادقين، اتجمل العالم هناك طفلة وملامحة من رؤاك، موؤودة انت على التراب موؤودة كانت في حشاك، انا شفتها بتضم احزانك براك، وانا شفتها في البحث في هيئة ملاك، في جيدة باغات النجوم وفي ايدة اخصان الاراك، انا شفتها في ذلك اليوم العظيم في نشوة بتردد غناك بحسها الرطب الرخيم، فتحت عليك في الكتمة شباك النسيم، حضروها كل الأولياء الصالحين في الطور مع موسى الكليم، حضروها كل الأولياء الصالحين في الطور مع موسى الكليم، أنا شفتها في لحظة في نشوة بتردد غناك بحسها الرطب الرخيم، فتحت عليك في الكتمة شباك النسيم وطلعت وسيمة كما الغمام في حضرة الموت الوسيم، حضروها كل الأولياء الصالحين في الطور مع موسى الكليم، مرقت بواطن الأرض من رحم الأديم وفتحت مصابيح الخلاص في عتمة الليل البهيم، وأنا شفتها عبرت معاك حبل الصراط المستقيم، ومرقتي أجمل ما يكون إنسان على كف النعش، مرقم معاك بنات كتار وغابا وراكي بنات نعش، ركن عليه دم الغروب وفرا معاه وش الدغش، وردحا عليه حس الهبوب، وانا حسيه بقال انطرش، غش النبي وميت الرقاء الرهاب، شنق النبي حبل العطش، وعدتهن ما توعدن وعدتهن ضحكاتن اللبن الحليب، والقمرة مرة مرة بتشبهن ما شفتهن شافنهن، ما بين طشاش السكة والشوف البسيط شبهتهن، غسلني من خوفي الرخيص شبهتهن، حزنا علي وحزنت أكثر منهن، وبكينا كلنا من دواعي الخيبة والحظ التعيس، سرقا صهيل الجرح من خلف الكواليس، وكتبا تراجيد الصراع الجب وإمرأة العزيز النسوة والدم والقميص، مديت إيدك للحريق بقا أصابعينك شموع، والقلب كان حند عريس وبكيتي والوشم انطرح، وضحكنا والليد في الجرح لمع الدياج الأرضي في ضوء الفوانيس، ما تلبس ثياب العطش اتلفح النيل قرمصيص، وادخليني على عجل يا صالحة من باب السلام مفتوحة أبواب الفراديس تفضلي. شكرا لك ساري، الزمن انتهى لكن ما بنقدر نفوت قبام نقول كلمتين عن حميد، يعني رغم أنه يستحق أكثر من ذلك. صعب، حميد حالة سودانية مختلفة على مستوى الجول وعلى مستوى الفعل وعلى مستوى الحل، وحميد قدم للمكتبة السودانية يعني قصائد تظل في ذاكرة الشعب السوداني لزمن طويل لأنها اتكتبت منه وليه، وحميد
يعني كأنما كان يقرأ المستقبل في حالات كثيرة. زول بيتميز بخيال خصب وبتنبؤات مخيفة. كان عنده شوف حالات كثيرة، حتى اللي يموتوا كان عنده شوف يعني في كثير من قصايده. له الرحمة دائما، ولكل القريبين منه، أصدقائه وأسرته يعني. ونحن قريبين من ذكراه، أيضا قريبين من ذكرى مصطفى السيد أحمد. بنقول له يا أخي يعني كل ما قدمته بالتأكيد هناك قدامك منتظرك يعني. أسهل شكرا لك يا أخي. شكرا جزيلا لك ولكل اللي تابعونا. يعني استمتعنا بالحوار معك طوال هذه الثلاث حلقات، يعني شاكرين لك كثير. أنا شاكر لكم جدا وعلى هذا الحرص والاستمرار في ثلاث حلقات مع الأمنيات الطيبة دائما لـ S24 بأنها تأخذ يعني مجال، وهي الآن تسعت في كل البيوت وفي كل القلوب، إن شاء الله دائما عامرة بأصحابها. شكرا لك كثير، تسلم. وشكرا للسادة المشاهدين حتى الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.